عاوزين تتخلصوا من التصبغات والكلف والبعد الداكنة اللي بتبقى في البشرة، وعايزين تفتحوها وتخلوها زي التلج. هقول لكم على ماسك تحفة بيقضي على كل الحاجات دي. عبارة عن ايه بقى الماسك بتاعنا ده؟ اول حاجة هناخد معلقة من الحليب البودر، وتاني حاجة هنجيب كيس او فتلة من الشاي الاخضر، هنفتحها وناخد التفل اللي جواها نحطها على حليب البودر زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هضيف عليها معلقة من الزبادي، اي نوع زبادي عندنا، ونقلبها كويس جدا. اهو بعد ما قلبت الماسك بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، بحطه على بشرتي وبسيبه لحد لما ينشف خالص، وبعد كده بشيله بفرك، وبعد كده بشرف بشرتي بالمية الباردة عادي. والطريقة دي تستخدم من 2 لـ3 مرات في الأسبوع، استمريت عليها هتقضوا نهائي على البقع الداكنة والكلف والتصبغات اللي بتبقى في البشرة، وهيفتح البشرة بطريقة ما تتخيلهاش. وعايزاكم بعد ما تستخدموا الماسك ده ترطبوا بشرتكم بأي مرطب عندكم، يا إما لو مفيش بزيت اللوز الحلو أو بجل الصبار.